السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبة المشاهدين، وأهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج أرض السواد عبر قناة الأيام الفضائية. اليوم محورنا يختص بموضوع البساتين، وبالتحديد أكثر موسم الحمضيات اللي إحنا دنعيش أيامه وأيام المهمة جدا. مثل ما نعرف انتشار بساتين الحمضيات يكثر في محافظة ديالى، في صلاح الدين، في بابل، في حتى في العاصمة بغداد، كربلاء ومدن عديدة من العراق. ولكن للأسف نشاهد تراجع كبير جدا بموضوعة الانتاجية والأرقام. في بداية برنامج أرض السواد قبل سنتين كان عندنا أمل وهدف هو الوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي بهذا الموضوع، ولكن لما نشاهد الأرقام، نشاهد الواقع، نشاهد الانحسار الكبير بموضوعة البساتين، قلة مناسيب المياه، قلة الدعم المقدم اليوم من الجهات المختصة للفلاح العراقي، انه موضوع الحلم او الهدف، هدف الاكتفاء الذاتي من الحمضيات لازم يؤجل الى سنوات قادمة. اليوم راح نتكلم معها بهذا الموضوع مع الشيخ ضياء الربيع، عضو المكتب التنفيذي لاتحاد الجمعيات الفلاحية. اهلا وسهلا بك شيخ. اهلا وسهلا بكم، بارك الله فيك. حياك الله وحيا القناة الرائعة جدا اللي مهتمة، واعتبرها الوحيدة اللي مهتمة بالامور الزراعية، وعندها برنامج مستمر. وبارك الله بكم، برنامجكم ان شاء الله بارك الله يخليك. اليوم كاتحاد جمعيات فلاحيه ومهم جدا وجود اليوم في خارطه الزراعه العراقيه، هل وصلت لكم ارقام انه الموسم جيد مال الحمضيات؟ اكو تراجع كبير؟ اصحاب البساتين متواصلين وياكم؟ بالنسبه للبساتين اكو هجمه اشياء صارت عليها من 2003 لحد الان. اولا التجريف اللي صار، وخاصة بديالة وبغداد وصلاح الدين، يعني بدأت العالم. لأنه ليش؟ أول مكافحة ماكو، الاستيراد مسيطر على السوق، السوق بعدين حماية منتج ماكو، أنا منتج مالتي يعني، وبالتالي في حين هو أحسن أنواع الحمضيات بالعالم سبحان الله، طعمها شرط هو العراقي، وحتى السعر مالي. ولكن اللي نشوف ما لهم لا دعم ولا مثلا تجهيزهم مخازن مبرده حتى في سبيل يجمعون الحاصل مالهم، او مثلا دعم معين لا الاسمده مالتهم، اسمده مالهم اما خصمات يعطوهم، يعني اسمه مكافحه، مكافحه صعبه يعني موجوده هذه. زين صير عنده، فهنا الفلاح بدا يعزف منه هو، بينما عند البستان ماله هو حياته. يعني هسه عنده شو، عنده بساتين برا جديده لحد الان ناس يعني مقيمين بيها. ليش؟ يعتبر هذا يعني هي محافظين الناس حتى على رغم ان المساحات بدات تتقطع لكن احنا ناس عندنا مساحات كبيره، خلينا ننتشر على مكانات ابعد، المكانات اللي مثلا بها ممكن الدوله تساهم بالبستان، تنطي دعم معين وتوفر له اسمده، توفر له. بعدين لا ننسى حمايه المنتج، يعني يجب ان يكون انا من اخذ انتاجي حتى تشجعني انت، مخازن موجوده استلمها من عند الدوله، وكان هذا موجود عندنا بالسبعينات. صحيح. بالسبعينات كان الفلاح من يجيب الحاصل مالته نشتري، يشتروها من عنده كله بالتسويق الزراعي اللي كانت العلاوه الشعبيه اللي يسمونها قبل سابقا. فتجي يجي يذب بضاعته ياخذ فلوسه ويطلع، ما يطلع انتاج، لانه الانتاج ياخذونه تسحبه، شكو يزود عندهم كان بالعلوه يسحبوه ويوزعوه الى كل محافظه اللي تحتاجه. فاحنا ما عندنا هاي السدرات. يجب الشيخ انه انا كبرنامج ارض السواد رحنا الى البساتين وبالتحديد اكثر الراجديه. نعم. صاحب البستان يقول انا دا اطي بالعلوه الكيلو مثلا البرتقال ب 600 دينار. يقول الفلاح بنص بغداد يبيعه مثلا ب 2000. صحيح. 2 ونص. زين يعني هو الفلاح دا يطي بسعر كلش مناسب. ليش يصير ارتفاع السعر هذا جدا ويجي المستورد اقل تقريبا منه بضعف يمشي المستورد؟ أنا حكيت أكثر من مرة ببرنامجكم موقر بصراحة. إحنا بالنسبة للعلاوة الشعبية هي قمة الفساد اللي موجودة. وإحنا أولاً وزارة الإسكان والتعمير اللي ما لها علاقة بالعملية أصلاً هي ماخذة على اعتقال العلاوة الشعبية. وهي من النهاية المفروض لو وزارة الزراعة لو الجمعية الفلاحية. حتى في سبيل أولاً من تجي لهناك حق هذا البياع يقول لك أنا ماخذه بمليار هذا المحل مالتي. عملت مليارات. هذا ماخذ نعم مليارات. زين ماخذ المحل ماله بكذا مليار، هذا منين يسده؟ يطلع من الفلاح ويطلع من الوسيط البقال، يعني هذا ماخذ اسميه حتى البياع ما ياخذه ما يبيع بسعر اغلى. فهي المشكله هنا، يعني ياخذ 16% العموله في حين كانت الرسمه 4%.
واحنا اكثر زين. من يحدد هاي النسب؟ منو؟ هاي مثال هسه كيفيه. قبل كانت محدده من الدوله 4%، بس هسه صارت كيفيه 16%. انا مره رحت على البطاطا دعونا بال مع الاستاذ رشيد. نعم. قالوا اشتكوا اهل البطاطا، قالوا يابا احنا نتأذى. رحت لقيت البطاطا الايرانيه ب 350 والعراقيه ب 350. شنو الضير؟ قلت لهم هاي سالت له شنو الفرق؟ قال لا مو العموله ال 150 بعد يضيفها ابو العراقيه يدفعها، ذاك ما يدفعها تبع شركه مالته اللي جايبها هناك. الجايبه يعني لا حصيل 500 البقاله شو يشتري؟ الوسيط خلينا نقول الارخص الارخص وينزل السوق. فهنا العراقيه الانتاج العراقي الانتاج الفلاح راح يبقى مكانه. نقدر يعني نقدر نقول اليوم مثلا المشكله الرئيسيه بموضوع الحمضيات بالعراق وموضوع التسويق. تسويق سيء. مو بس الحمضيات، تسويق بشكل عام عندنا صفر او تحت الصفر. اهم شيء التسويق هو. انا اذا ما حاصل اقول تسويق ما لا اكون سيابيه للتسويق، اكو تشجيع للتسويق، اكو ضمان للتسويق، انا من انتج ودز. قبل كان يدز الفلاح البضاعه مالته يوصل للبياع يتلقاه يعرفه، هذا وصل هالقد سعره هالقد يعني ماكو، لانه كانت العموله بسيطه وايجاراتهم بسيطه سواء القطاع الخاص او القطاع العام كان ماخذ عندهم. صحيح. كانت هسه احنا كلها صارت قطاع خاص، ولكن المفروض ينطونها يعني المكانات. يعني هسه السؤال يعني مثلا علوة الرشيد اللي ببغداد هاي تعتبر قطاع خاص؟ خاص. كل يعني مو علوة تابعة للحكومة؟ هي مال الدولة اجرتها، مو اقول لك يعني استثمار ولا استثمار. لا شنو؟ شو اسمه امانة بغداد ماخذة مثلا جميلة، مثلا عندك هذه ماخذتها منه الاسكان والتعمير. الاسكان ما لها علاقة بالعملية. البلديات والاسكان ياخذونها هم ياجرونها بمليارات. زين هذه منين يطلع؟ يطلع من الفلاح ومن المستهلك. قدمت طلب انه تتحول قدمنا طلبات للزراعة قدمنا طلبات وقلنا وحكينا وقالوا وبعدين قلنا احنا وياهم نسوي اتفقوا ويانا على اساس ينطونا على ونسويها خارج الوحده الاداريه واوكي وافقنا وما صارت النتيجه. لحد الان معثره يعني احنا نتمنى وتحياتي الى رئيس الوزراء من هذا المنبر. وأنا أتمنى له كل التوفيق والخير وإن شاء الله بكل البركة وكل الخير إن شاء الله. إضافة إلى هو أستاذنا وكان مهندس زراعي عندنا وهو بزراعة وكل يعرفه، فنتمنى أنه العلاوي ترجع لأصحابه. يعني لو وزارة الزراعة وما ترجع الفلاحية، إحنا ما نقول له بس إنه لا، حتى لو طال الزراعة إن شاء الله قبل الزراعة والزراعة كانت شغلتها مرتبة إن شاء الله يتم هذا الموضوع. طبعا أحبة المشاهدين عندنا فيديو يوضح أو معلومات وأرقام حول بساتين الحمضيات في العراق، خلينا نشاهد هذا الفيديو وراجعين. رجعنا وياكم أحبة المشاهدين. شيخ ضياء أبدي لك مع آخر جملة ظهرت بهذا الفيديو، اختفاء طائرات الرش. يعني ذاك اليوم دي أشوف فيديو أسود وأبيض يمكن بالسبعينات وطائرات الهليكوبتر تمر على البساتين والمكافحة وغيرها، هذا تحكي قبل تقريبا 45-50 سنة. الآن معقولة بلد بحجم العراق، بلد أدى هذه الإمكانيات المالية الكبيرة وإحنا واصلين إلى مرحلة من التطور نشاهد الدول الأخرى وين وصلت، نعاني من موضوع طائرات رش لو نتعاقد أو مو نتعاقد
نتمنى من وزارة الدفاع اللي هم عندهم يعني مشاغل وتطهير مناطق من الإرهاب وغيره، تعالوا رشوا البساتين وميزانيات كبيرة. وين طائراتنا؟ الحقيقة الطائرات الزراعية ترى ما تكلف شيء، ولكن معها يعني صار سنين احنا نداعي بيها ونقولهم. بعدين كانت اكو قبل برنامج مواسم يعني مواسم التطهير موجود، المكافحه موجود، الفلاح يعني مطمئن لين بس يروح يراجع زراعه قالوا له تاريخ هالقد احفظ امور شغلات بيتك امورك وراح يجيك الرش وفعلا يوصل. اما هسه ماكو، هاي صار سنين. لذلك انتشر عندنا الحمويره والدباس بالنخيل، وصارت عندنا امراض بالحمضيات بشكل عام. صحيح. وهذا كله تاثر، يعني تاثر على الانتاج. احنا شلون نعطي انتاج؟ احنا بالمكافحه. زين، اذا يكفح بالمكافحه اليوم ما تجدي نفع. زين. اليوم كجمعيات فلاحيه اكيد تخاطبون لوزارة الزراعة، يا بنو عندنا فلاحين محتاجين طائرات ريش ترشوا، شنو جوابهم؟ هل ما عندنا طائرات؟ هل بالصيانة؟ شنو الموضوع؟ ما عندهم طائرات، الطائرات اللي عندهم اكسباير منتهية، ووحدة يمكن ما ادري وين وقعت عندنا مرة جديدة وكنت تخطيها بنية عندنا مهندسة. هاي شو كنت وقعت الطيارة؟ قبل لا أربع سنين هيك يمكن خمس سنين. نعم. اي وبعد من أهلها هي انقطعت العملية. اي صارت زاد دمها المسكينة. زين ماكو فكره طائرات جديده؟ حتى يعني قانون الامن الغذائي اللي صوت عليه كان اكو فقره. اي المفروض يصير هذا الحكي، ولكن احنا بدنا ننتظر. يقول بك ان شاء الله، قلت لك اكو امور يعني نبشر خير بالوزير الجديد ان شاء الله. يا الله. ورئيس الوزراء مبارك الله يبارك بعمره ان شاء الله يطور هاي الامور حتى في سبيل نقدر انه ننتج حمضيات، ننتج البساتين مالتنا، التمر مالنا، كل شيء يصير عندنا انتاج قوي. اذا تعاونوا ويانا. وبعدين القطاع الخاص ناخذ دور، بس ما يقدر ياخذ دور يعني طائرات وما طائرات، ما صعبه. احنا نقول طالما دور دوله يجب ان نتكافح هاي الامور كلها حتى في سبيل الفلاح مسيطر على عمله وانتاجه. زين عندكم معلومات قبل لما كانت عندنا طائرات ايش قد كان عددهن ويكفى والله ما اعرف، بس هي كافيات كان يروحن كربلاء وللسماوه وللبصره كل المحافظات ما مكتفي. يعني نقدر نقول كل محافظه كل فيها طائره. اي اذا كل المحافظات طائره ما شاء الله بارك. يعني جيد بارك. نقدر نقول اقليم كردستان لان يعني عنده سياسته الخاصه زراعيه، يعني 15 طياره تقريبا يعني يا ريت يجندني سدنا وإلا ما يكلف شيء. ما يكلف. الطائرات الزراعيه كان موجود بعد ما عندنا يعني ما تكلف شيء. ان شاء الله خير. ننتظر خير. نعم. ان شاء الله. طبعا احبه المشاهدين المتابعين خاصه لموضوع برنامج ارض السواد، كانت اخر حلقه عندنا بمناسبه موسم الحمضيات كانت في منطقه الراجديه اللي تعتبر من اهم مناطق العاصمه بموضوع البساتين وبالتحديد بساتين الحمضيات. التقينا مع اصحاب البساتين اللي كان عندهم طلبات كثيره. خلونا نشاهد هذا الفيديو وراجعين. زراعتنا شلون؟ الحمد لله زينه. الحمد لله ماشيين. الحمد لله. المطر الاخيره شلونها؟ والله خير، شيء من الله الحمد لله. اها خير وبركه. مطرت هي بس هاي المطر القويه لو بعدها مطرت؟ شويه مطرت اول بارحه، مطره شويه زينه خفيفه بس. هاي بس فادت البساتين؟ لا نعم نعم. الحمد لله والشكر. ابو علي احنا موسم بدايه حول حمضيات. نعم. وانا جيت اليوم لهذه المنطقه لان ادري بها المنطقه الاكبر بالحمضيات في العاصمه بغداد. نعم. شمال بغداد. هي امتداد لبساتين كبيره وكثيره جدا ودوانم كبيره. بداية سولف لي شلون الانتاجية هاي السنة بالحمضيات؟ والله انتاج هو رزق. صحيح. يم الله سبحانه وتعالى، العام عندنا انتاج اقوى. السنة الانتاج شوي اقل. انتاج اقل هو رزق يم الله سبحانه وتعالى، هو البساتين قدحت وخير من الله. صحيح. بس عندنا شوية تراب من جهة. هاي العواصف. العواصف الترابية اثرت علينا بالانتاج. اها. فيعني احنا حتى جبنا ربونات مال قصر، قمنا نقصب البساتين على مود نقلل النسبه مال التراب عند الحمضيات. ليش التراب شلون ياثر على الحمضيات؟ ياثر هسه هي تنفس الحمضيات تنفس ثاني اكسيد الكربون. فهذا اذا ما تغسله من التراب راح الهرش ينتهي يموت. يعني المسامات تنسد. اي المسامات تنسد كلها، فمن تغسله تنفتح المسامات مالته. زين هاي قلتوا الاجهزه جبتوها شنو؟ الاجهزه مطارات ترابونات مال غسل. هاي نسوي له صوند مولينج للمطار. ايه. تحويلات ونغسل بيها البستان. هاي كلها غسلتوه؟ كلها غسل. هاي مرتين بالسنه، السنه غسلناها من الاجواء مال التراب. هاي عندكم وتأجرونهن؟ لا نشتريهن من السنك. اها. ايه.
يعني هاي هم مضاعفه اليوم. اي الحمد لله والشكر. اي نعم الحمد لله. استخدمتوا مبيدات اسمده؟ والله احنا مبيدات ثابته، احنا هسه عندنا المكافحه اللي ثابته خلينا نقول بالتاسع، وعندنا برابع بعد ما تشد. اي برابع والكيمياوي كذلك، كيمياوي عندنا بدايه الثاني نذبه، وعندنا بالتاسع، واكو بعض ناس اللي الله ماكنا يعني ذب السادس همين ثلاث ذبات. ثلاثه؟ اي ثلاثه. الطبيعي اثنين، يريد اكثر ثلاثه. اي نعم. تكون يعني كثرة الثمار لو حجم الثمار يختلف. يعني كل ما انت تنطي مادة احسن، كل ما الهرش يتنشط احسن، كل ما تقلل المادة كل ما الهرش يظل ضعيف. اها اي. رجعنا وياكم احبة المشاهدين، شهوياء ايضا ابدو وياك مع ختام هذا اللقاء. موضوع الازمة اللي تصير اللي صارها تقريبا سنتين، موضوع الكيمياو والطن هالقد وسعر هالقد، يعني متوقعين من الوزاره الجديده في وزاره الزراعه والوزير الجديد عفوا او الحكومه الجديدة هناك تسهيلات بموضوع الكيمياوي؟ موجود هسه حاليا ان الداب وصل هسه هو سعره برا اكثر من 1600 مليون 600 عفوا، هسه ينطونه ب 920 مدعوم على اساس بال 50%، يعني يصير 1,840,000 سعر مات هذا الداب. فدعم للفلاح هذا بالنسبه للداب. شو وقت هاي بدت؟ بعد التوزيع الجديد. اه ممتاز. اي نعم. زين الكميات زيادة يعطون؟ الكميات ينطون 30 كيلو. يعني زين الامور، هو المفروض اكثر بس 30 كيلو قاعد ينطون للازمه. احنا بالنسبه لنا البساتين لو اراضي زراعيه؟ لا اراضي زراعيه. والبساتين؟ البساتين ما لهم حصه، ما اعرف لهم حصه بس ما اعرف بما انه صح حنبتعد شويه على الموضوع. بس نرجع لموضوع مهم. يعني الدونم 30 كيلو. نعم. هو ايش قد يحتاج الدونم؟ يحتاج 50 ينطي انتاج اكثر. 50 انتاج اكثر. العام يمكن وزاره الزراعه نطت 3 كيلو. 5 كيلو. ها الحمد لله اكو فرق. يعني اكو ازدياد. يعني ما يعني قلت لك يعني السماد له شغلتين، يا اما مثلا انتاجات الدوله يقطون معمل بيجي يشغلونه واضافه الى مال البصره ويصير انتاج محلي، واحنا عندنا ارقى انواع لانه عندنا فوسفات مال عندنا بال صح مال عكاشات، وعندنا انتاج كلش قوي، بس لو يقوون الانتاج مالنا يقدر يكفي ويصير بعد ما عندنا استيراد ماكو داعي للاستيراد. واما تنفتح الاستيراد ما تضايق الدوله، يعني ما يضايقون يخلون بس الشركات، وفعلا هم فتحوا الشركات، ولكن الشركات ما قدرت تجيب. ليش؟ قليل جابوا. الدوله نزلت الزراعه، نزلت بالكيمياء وتنظيف، بعد العالم وفت ما قدرت تجيب. فهنا المفروض اكو تنسيق، واما انطيه للقطاع الخاص، واما اقل سعره ودعمه بدعم قوي، هو مدعوم بس احنا الدعم هذا ما يفيدنا، ندفع اكثر بصراحه. من قاعد يصير لنا تكاليف هسه حاليا بالزراعه مو طبيعيه. الحراثه، الحصاد، النقيل، التاخير، الاسمده، شراء البذور، كلها تكاليف. يعني حتى هذا السعر يعني مسوي 850 للطن بالنسبه للحنطه انا اعتبره قليل. ما يكفي. يعني لو تحسب التكاليف لهذا يعني يصير سد بسد. احنا هسه ما نريد يزيدون السعر، خلي يخلون التكاليف. بعد اكثر يعني هسه مكان ما ينطونا الداب ب 920 مو مشكله، ما تخسر الداب هسه ب 700 فرق. صحيح هذا يفيد الفلاح اكيد، اذا متراكم يفيده. يفيده اي. فاحنا نريد زي ال 30 كيلو مجانا؟ لا ماكو مجانا، اقول لك ب 920. ها يعني الدوله مو تعطي مجانا؟ ماكو مجانا، بس هو السعر ماله الاساسي 1,840,000 انطوا لنا ب 920، يعني مدعوم 50% ياخذون هاي الفلوس من الدوله، الشركه العامه للتجهيزات الزراعيه تاخذ فلوس من الدوله حتى تشتري بها. هيك جيد الرقم ولا لازم ينزل بعد؟ والله الرقم بالنسبه لنا عالي. ايش قد تريدوا تقريبا؟ يعني لو 700 داب كله زين. اها سعر طن الحنطه ايش قد تريدوا؟ اذا نزلوا لنا حتى يبقى السعر مالتها ماشي. اه ممتاز. نعم. اي فاحنا احنا شنو هي مو نريد احنا نستغل العمليه، لا احنا الفلاح شي يريد انتاجه يوصل يستلم ويستلم فلوسه اول ما ينزلها حتى يهدئ الى الموسم الثاني، هاي واحده. اثنين احنا لازم ننطي انتاجي، مثلا احنا المرشات يجب ان تعطيها الدوله مدعومه. الطاقه النظيفه مكان ما فلاح يضايق المدينه والغاز سوي طاقه شمسيه واسوي بالهند مدفوعه مدعومه 65%. بنغلاديش هاي اللي ما عندهم يجون يشترون مدعومه 55%، فاحنا ليش ما ندعم؟ شو يعني؟ والشمس ما شاء الله وما شاء الله عندهم وراسا حتى في سبيل كل الفلاحين هم طاقه نظيفه وتثبت صحيح. واثنين
الفلاح يقدر يشتغل بعد راحته وما يضايق على مود الغاز والنفط وغيره. وحتى كهرباء ياخذ. اي هذا. فاحنا نريد اكو يكون دراسه قويه واستراتيجيه وتشترك بها كل الوزارات المعنيه. مبدأ وزاره الصناعه، وزاره الزراعه والري، والجمعيات الفلاحيه، ورئاسه الوزراء، وزاره الداخليه، وكلها تشتغل وياها. صحيح. ليش؟ حتى في نقدر انه نوضع خطه استراتيجيه للعمل الزراعي ونبدا بانطلاق جديد وانتاج. يعني هسه كل دول العالم الطن مالهم بده يوصل 2000 و2500 بالنسبه للدونم. احنا بينما ما وصل عندنا للطن. ليش؟ فعلا البذور المصدقه المهجنه، الاسمده الكيميائيه المضبوطه، الحرافه، يعني يقدر ينطي انتاج. اذا زرعنا 4000 العفو 4 ملايين دونم راح نقدر ننطي 8 ملايين، صار عندنا اكتفاء ذاتي وصدرنا وانه 4 ملايين. كيف اذا احنا عندنا 12 مليون مهيئه كامله؟ كامله يعني بس تندعم وتنطيها زراعه. وبالنسبه للمي مالنا اذا استخدمنا الزراعه الحديثه، المرشات المحوريه يكفينا هذا المي. كلش كافي. ليش؟ ما يصير عندنا هدر. بعدين هاي انتهت هاي السواقع بينما هذه المفروض كلها مغلفه، يعني ما يجينا بالانابيب ويوصل حتى في سبيل، لا يصير به تبخر ولا يصير به هدر بالمي. والتجاوزات تقل. بالضبط. نعم. طبعا حبيت المشاهدين بما انه تكلمنا على موضوعة المياه، اصحاب البساتين يعانون من هذه الازمه الكبيره اللي اثرت على الكثير من المناطق العراقيه للاسف. يعني حتى هناك بعض يعني انه اجيب لكم من كلامهم الشخصي ان يقولون اذا استمرت هذه الازمه المائيه راح تنتهي البساتين، بس ولكن نتمنى اليوم من الحكومه العراقيه الاسراع بايجاد الحلول من اجل حل هذه المشكله. خلينا نشاهد هذا الفيديو راجعين. يعني السنه يعني حيل حيل الامراض والتراب ونقص بالمي، مي حيل يعني المي تعبان، مي حيل تعبان عندنا. شلون تتاثر اليوم شجره الحمضات اذا نقص المياه؟ شو يصير؟ يعني الثمره مالتها تذبل، يعني ما تضر ريانه. ما بها مي. ما بها مي. يعني لما مثل نعصر ما اي نعم ما بها مي، يعني هاي من العطش قد ما تعطش، يعني النبته شهر شهر اكثر يلا تجيها مره واحده مي. زين. زين هاي المشكله على كل الراجديه لو منطقه؟ لا لا كل الراجديه، يعني هذا القانون طلعوا لنا اياه بالاسبوع. المراشنه. اي المراشنه. بالاسبوع بالليل لك من 8 الدير ل 8 الصبح، يوم 3 ايام بالاسبوع. 3 ايام وتدري احنا ايام بالضبط؟ اي 3 ايام، الخميس والجمعه والسبت بس، يعني بس متتاليه. اي متتاليه يعني. بس بالليل، وتدري انت بالليل الكهرباء تنقطع، يعني اكثر النوبات تنقطع الكهرباء. صحيح. ساعتين نوبات ويديرها ساعتين، تدري من يدير مسافه طويله يلا توصل للبستان. صحيح. صحيح. زين فهذا هم محسوب وقت. زين ولا فما تكفينا شغله المي حيل تعبانه عندنا حيل. ايش قد تريدون؟ يعني احنا كنا قبل ندير ليل ونهار ليل ونهار يلا ملحق علينا بال 250 دونم. صحيح. يعني انت 25 فلاح. اي 25 فلاح. مي ما يكفينا، بالذات المي ما يكفينا. هاي من عدل. هاي عانيته هاي موضوع المي. اي المي هاي بالسنه. اخر ايش هاي السنه؟ اي هاي السنه اخر الصيف. خلينا نتفائل جوز هاي السنه زينه. ان شاء الله بدايه هاي المطر القويه. يا الله والله احنا ناشد، نقول بلكه الله. زين يعني احنا اطراف بغداد حيل 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 متاذين شغله المي، حيل شغله المي عندنا. انتم ميكم على نهر دجله؟ نعم على نهر دجله، مو نهر دياله. لا 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 نهر دجله. لا نهر دجله. رجعنا وياكم احبتي المشاهدين. شيخ ضياء، شنو اخبار المي؟ ايش دا يصير؟ والله المي يعني المشكله هسه اليوم الفلاح مثل ما نقول عذرا يعني على الكلمه مغلس على مود الامطار زينه. مو مساله كنا ساكتين احنا فرحانين. ايه فرحانين فرحانين بصراحه. ايه ولكن احنا اكو مساله المي اجود، يعني احنا هسه انقطعت عندنا من ايران المي، انقطع من عندنا من هناك، ماتت عندنا دياله بشكل عام. نهر دياله مقطوع؟ كلها مقطوعه. مقطوعه كلها من الروافد. الروافد اكثر من 20 رافد كلها مسدوده. هاي اللي كانت تجي ايش ما يجي نزير من هو يعيش بساتيننا كلها. اما انقطع كل هالاشياء يعني اكو ادله على هالموضوع، موضوع انه مثلا 20 رافد تحول او نعم كل هالسوء كلام اعلامي ولا لا يعني مثلا نشاهد بالقنوات موجوده مسدوده من بدايتها لنهايتها، ما عندنا مي ما يجينا ولا قطره. زين ذاك تبقى عندنا رافدنا الخاصه اللي تجي اتوقع السفير الايراني يعني التقى ويا كثير من الفلاحين فهموا على الوضعيه.
والله نتمنى يا ريت يتعاونون ويانا وبيهم بالك، هم ناس اخوتنا وجارنا واحنا مصاهره عندنا وياهم. نعم. ونعتز بهم اكثر من لازم. فانا اتمنى ان ينظرون ويانا بالتعاون الخوي. ما عاد هاي كمحافظه دياله، دياله عندك بعدين تجي مدان السماء. مدان ما عندهم هم كاملة دياله. زين الحصه الاخرى الكبيره من تركيا كمناطق اخرى شلون؟ المناطق الاخرى تركيا اطلاقاتها قلت علينا، يعني يجب ان احنا نروح وفد ومفاوض بشكل رسمي يتاكد يا بيت يزيدون اطلاقات المائيه حتى في سبيل الجمال. واثنين يجب ان نستخدم الزراعه الحديثه كل حي. اذا ما يجري قريب التنقيط اسمه لا هذا المي اللي يقول عليه الفلاح مع اعتزازي، هذا لو اكو ري تنقيط وري شغلات يكفي وزايد. سالت انا اصحاب البساتين يقولون صعب ري البساتين بالتنقيط. لا لا بالعكس كلش موجوده. تقدر تقدر تخليها دائريه لك، يعني تقدر ترتبها. العلم ما خلى شيء ما سواه. فاحنا نقول شنو؟ احنا صعد الترشيد بالمي والتقنيات الحديثه والزراعه الحديثه تنجح بها عندنا البساتين وحتى الزراعه كلها. شو كنت متحول الى ري حديث؟ والله تبقى احنا بسنه 2022 داخل على 23 تبقى امكانيه وزاره الموارد المائيه. مو عندنا شركات النعمان يمكن سنحاري. عندنا شركات بس ماكو دعم. انت الفلاح موجود عندك ليش ب 50 مليون 60 مليون المرشح ما عندي امكانيه. اثنين اروح اياب المصرف الزراعي يقول لك تعال انطيك، مو ما انطيك لكن جيب لي عقار. ما عندنا فلاح عقار. هو القاع مالته، هو القاع مالته. المفروض المشروع يضمن نفسه. هاي اللي ماشي بكل دول العالم. يعني الفلاح هسه ما يبيع لك الدونم الواحد عنده عزم روحه. فانت ليش ما تنطي على الدونم؟ تعطيه 50 مليون مرشه وتقسطها عليه ويدفع لك اياها سنويا. هاي المرشه الواحد تقريبا ايش قد تكفي اراضي تزرع؟ حسب اكو بيهن 60 دونم، اكو بيهن يعني حسب المساحه مالته. اكو 100 اكو فلاحين يستخدموها؟ عندنا هسه صلاح الدين رائعه جدا. عندنا الموصل كركوك يمكن كركوك نعم نجحت نجح 100% تنطي انتاج جيد يعني. زين بساتين تستخدم مرشات لو غير امور لازم؟ لا التنقيط. اه صوندات صوندات وتنقطها وهاي كل دول العالم ماخذتها يعني. مو هاي سوريا هسه موجوده عندك كلها يعني ما ودوله تعاني من حرب وهاي وكلها التنقيط. يعني انا المفروض اكو راي حديث واساليب حديثه موجوده للزراعه وزراعه علم حتى في سبيل شنو نكون مصاف العالم الموجود. متفائلين بالوضع المائي؟ زرتوا شخصيات؟ زرتوا وزير مائي؟ والله ان شاء الله متفائلين ان شاء الله. اكو امور قالوا انه راح يزورون الجانب التركي ويشوفون الامور شلون بها وترتيب الامور. اكو هيك اي واضافه الى احنا توجهنا الى الله سبحانه وتعالى اكثر من عندهم لان الله سبحانه وتعالى راح ينعم علينا ان شاء الله بالمطر. الله اكرم منه. هو اكرم من الله مطر. اكيد. يعني نتمنى الامطار ان شاء الله مستمره. تسهيل من الله ان شاء الله. ايش قد هذه الامطار فادت الاراضي الزراعيه؟ اعتبر الري الاولى اللي صارت عندنا كلها راح صارت زين. مو هي مو هي ما شاء الله الامطار تركزت على المناطق اللي تحبها واسط. لا ان شاء الله كلها زين. لا والله كلها زين. ايه يعني لا خلينا نحكي قبل كمحافظه واسط مثلا. هي نعتبر الصراحه سله العراق الغذائيه مثلا بالزراعه الاستراتيجيه. الري الاولى هاي اي لا زينه كلها مسيطره وامورها جيده. ونتمنى هسه باشر ان شاء الله تمطر. أيه. وهم ان شاء الله وسنه ان شاء الله مطريه يا رب. لانه صارت السيول اللي عندنا اللي وصلت هسه محمرين المي انجمع ويم يعني نتمنى تصير اكثر بعد ان شاء الله. أيه. يا رب حتى في سبيل الامور اكيد. طبعا احد الامور اليوم اللي تهدد وجود البساتين هو التقطيع العشوائي، ولكن ننظر لها من جانبين. يعني الجانب الاول اليوم انه صاحب البستان اذا اشجاره ما قاعد تكفي بيته، اذا عنده عمليه لا سامح الله، اذا عنده فد اجراء بالبيت يحتاج اموال ما قاعد يكفي ويروح يبيعه ويبيعه باسعار زينه ويفتح له غير مشروع. الجانب ايضا الاخر للاسف يعني اليوم انه هذا هو تقريبا يعني بمخالفه واضحه للقانون العراقي، انه من المستحيل تحويل الاراضي الزراعيه الى سكن، وطبعا راح يزعلون علينا. ولكن من خلال مؤتمر رئيس الوزراء الاخير الثلاثاء السابق اللي انا كنت حاضره، انه واحد بموضوع انه ايجاد الحلول القانونيه لهذا الموضوع. طبعا احبت المشاهدين يعني احد الفلاحين ايضا تكلم بهذا الموضوع، خلينا نشاهد هذا الفيديو وراجعين. هسه قبل الفلاح يبيع الارض ما تقدر يبيعها. يبيعها مثلا قبل ماكو هو الدونم
ما يتسجل، هسه قام الدونم يتسجل، نص دونم يروح يسجلونه، 600 تروح تسجل. اي يقولون الفلاح يجيب له مليارات، يجي واحد متروس اي يجيب له مليارات يروح يقسم، يقسم بها شوارع يبيعونها تقسيم بيوت بيوت، ويجيك على النخيل على هذا يجرفه كله تذبونه، يعني هيك بستان يتحول الى قطع اراضي، قطع اراضي يحولونه. الله اكبر. وهسه هي معروفه يعني، انت حتى سيد الوزير يعرفها يدري بها، كل الحكومه العراق مرت ندري بالمناطق داخل بغداد صارت بالدوره هاي عادي، بس انت اطراف الرازيه صارت هسه عندنا قاموا يقطعون شوارع بها، قطع الى شكل شوارع ويقطع الكياش قد تريد بعده تاخذ، تاخذ بعده النخيل نهار بالعراق هسه. يعني هاي السنه بعد السنه قاعده تخلص الاراضي، تخلص الاراضي كلها تنتهي وينهونها اي زراعه بعد ما تصير بالعراق. اها اي زراعه ما تصير، يقول لك انا الفلاح بعد ما تصير ابيعها، ابيعها اسوي لي فد مشروع بها احسن لي من الزراعه. ابو سيف هاي عرفنا احنا الواقع مالتنا هذا الزراعي. ايه. بنظرك واتصالك هاي السنوات كلها تشتغل بالزراعه، الحل شنو؟ الحال يوفرون المبيدات. ايه. الكيماوي. طيران مكافحه يتجهون للزراعه. احنا اتجهنا بس على النفطات. صحيح وهذا غلط. احنا اتجهنا بس على النفطات، هاي خلاص. اذا يعني احنا قبل عندنا الزراعه والنفط مو؟ احنا بس على النفط خلاص، العراق بس على النفط هسه. انت اتجه على الزراعه مورث ثاني للعراق هذا. بس يا اخي اما ما جاي يعرفون اما ما شنو شغلتهم ما ادري يعني. انت هاي المبيدات بالتجاري جاي يبيعونها هسه، انت تجاري كلها تجاري. يعني كلها بالدولارات والتجاري. ما حد يقدر يشتري. رجعنا وياكم احبتي المشاهدين. شيخ ضياء خلي نحكي بهذا الموضوع المهم اللي حقيقه ما اعرف يعني، اكو مافيات قاعد تشتغل عليه، اكو ناس روس كبار قاعد تشتغل عليه، لما نشاهد بساتين عظيمه وعملاقه ومناطق زراعيه كانت معروفه في بغداد تحولت مناطق سكنيه. الان وصل المرحله لمناطق زراعيه باطراف العاصمه، اليوم مثل الراجديه من اهم المناطق والبساتين في بغداد انا دخلت بيها. يعني البستان متحول الى منطقه زراعيه، شوارع وبيوت وهاي. تخيل يعني كم شجره خسرنا، كم نخله خسرنا. منو يتحمل هذا الشيء؟ هي المفروض اكو يعني ردع بالعمليه. هاي واحده، واثنين دعم. كيف الدعم؟ انا مكان ما ابيع بستاني، انت تعطيني مبلغ اقدر اقوم بستاني واقوم عملي واسوي مخازن، ارتب اموري في بيتي. لكن انت اذا ما معطيني كل هذه وانا ما عندي ظروفي صعبه واشوف مبالغ مغريه، مغريه يعني مبالغ مو طبيعيه، سواء بالفحامه او راجديه او صح بالدوره او هاي مو كلها زراعيه هسه، هاي مال عرب جبور مو كلها زراعيه، هاي مال مناطق البعيثه كلها تحول سكنيه، تروح شوف هسه منطقه يعني هو بغداد تحول لها كتله كنكريتيه يعني ما بيها راد. فهاي منين؟ ماكو بستان مالته يقول لك انا ابيعه كذا مليار استفاد من عنده واسوي المشروع الله ابيه. لكن لو كان مثلا اكو حزم بالعمليه اضافه الى الدعم، تعال بستانك ايش عايز؟ ايش قد تحتاج؟ 50 مليون 100 مليون هاك، والبستان هو ده يبيع مليارات، انت من تعطيه مليار ويطور نفسه احسن ما يبيع. صحيح هي هاي دائميه تستمر، هاي ثابته وهو راح يرجع لك فلوسك لان هو رايح من بستانه لك. لكن انت اذا تعطيه 10 فلوس قل له جيب لي عقار، هو بستانه يسوى له مليار. يعني الشيخ احد يعني اللي تكلم الاخ ابو سيف، ابو سيف الدليمي كل التحيه والحب له، بارك الله فيه، انه بيته بظهره 7 دوانم وخطيه حمضيات وهاي تقريبا عنده عدد من الاولاد ربي يحفظهم دي يلحون عليه انه تعال بيه احنا ما نستفاد منها وزع لنا اياهن، هو بدا يستفاد منه بس هو مصر، يعني هو يقول انا فلاح ابن فلاح وتربيت بهذا، ما يقدر يعني واحد يقول ما اقدر، بس يقول اذا استمر هذا الضغط علي وانا ما قاعد استفاد منها راح ابيعها. شيء المفروض هنا وين؟ اكو مسألة دعم. انت دعم انطيه 50 مليون سوي له مشروع الاول دوره تبونه اضافه، مشروع بنفس الارض يعني بزراعه. يعني يطور عمله واضمن اسمه، لكن انت تعطيه 10 مليون وتقول له ابي اجيب لي عقار. مين يجيب لك عقار؟ بستان مالته هو يضمن له مليارات. القاع مالته تضمن مليارات. تاجي راحت. كل العراق، ما اقول لك هنا، كل العراق. ليش؟ كربلاء. كربلاء هي كانت مصدر الحمضيات بكربلاء وارقى على الحمضيات مش كربلاء وغيرها، وهسه تحولت تشوفها كلها عمارات سكنيه ومنتجعات سكنيه وشغلات سكنيه، بس هم خلف الله عليهم من التجوا لنا على الجزيره الصحراء، على الصحراء هسه تحول على الصحراء، واتمنى انه هسه هاي يكون النخيل اللي يزرعون به يكون يزرعون وياه حمضيات.
حتى تصير البساتين عامره، يعني مثل ما صارت عندنا بدياله. تكون تعاون مع عمل العتبات كجمعيات، اكو زيارات وهاي شاهد. والله علاقاتي ما عندنا، ارتباطات. زرتوا الاماكن؟ نعم وصلنا. شو رايكم بيها؟ رائعه جدا، مشاريع حلوه، واحنا نتمنى لهم التوفيق. اكو مشاريع عصير بالسماوة، نتمنى هي المشاريع يا ريت حتى تطور عندنا زراعه، تطور عندنا انتاج، يقدر عندنا انتاج عراقي موجود وكله يصير مكان ما نستورد ونطلع عمله صعبه خارج. نقدر نعمم تجربه العتبات بالزراعه؟ تشوف هي التجربه الانجح؟ امكانيه العتبه ما اقول لك امكانيه الدوله تقريبا، يعني امكانيه الدوله لا اني انه هذا الفكر مال العتبه انه نخليهم ايضا مشاريع. ليش يعني مثلا في كربلاء في السماء وفي عدد موجود عندنا، بس هنا عمليه وين؟ احنا نقول دائما نقول راس مال جبان صح، ناس القطاع الخاص لو يعرف عنده ضمان بالعمليه يفوت بها ويسوي اكبر مشاريع، لان عنده قطاع خاص مو طفيلي هذا اللي عنده صح، لا اكو عندنا قطاع خاص الحقيقي يعني يكون صريح. اما هذا يقدر يسوي احسن من هاي اللي موجوده ويطور اكثر. وقبل كانت كل البساتين موجوده بيت فلان. بنظرك ليش المستثمر ما قاعد يتجه للزراعه؟ ما مضمون، يخاف على الفلوس، خاف على فلوسي يعني لما ما يشوف اكو ضمان 100% العمله حتى يقدر ينتج، يقدر يروح، ضمانات ما عنده يخاف. اكو ابتزاز، اكو شغلات، كل شيء اكو موجوده، فهذا لذلك يخاف بعد. مو ذاك الاستقرار الامني اللي قوي موجود حتى في سبيل مين يذب فلوسه، يعرف فلوسه راح تزيد كذا مبلغ خلال هاي الفتره. والرجال داجر فلوس. طبعا كمحور حلقتنا اليوم بالحمضيات انتهى، ولكن اريد اسالك بعض الاسئله المهمه جدا. يعني بما انك يعني شخصيه دائما تعطي كل المعلومات للاعلام حقيقه، يعني صريح جدا. موضوع الذره يعني حيفيد المربين؟ انه هالسنه يقول لك الزراعه كبيره جدا. كلش كبيره، وكان اتوقع الباحه وزاره الزراعه سوت نداء لمربين انه يستلمون الذره. اي نعم. على فيه. اي احنا بس تكون اسعار شويه تكون. ايش قد يبيعون؟ تعرف يصير عندنا ب 400 وب 500 الفلاح المربي. ما عنده ذيك الامكانيه. لانه هو مين ودي؟ هو دي هناك مساله قبل كان عندك المربي مال عندنا الجاموس هذا من يجي ياخذون من عنده راسا يروح للمركز التسويق، يعني مركز التسويق عنده مركز موجود مال الحليب، يروح يسلمه. من يسلمه يفحصونه اكو بيهن مغشوش وما مغشوش، يعرفون شغله. شنطونه ينطونه فلوس قسم وعلف قسم. فالحاله هذا شو يسوي؟ ما يبيع برا، لان اهم شيء عنده العلف. وجدت فلوس. فهسه ماكو، هسه يروح يبيع عشوائي وين ما كان على زين، والعلف غالي وهواي امور يعني ما يتحملها الرجل. فلذلك يعني شوف يعني نتمنى انه اكو دراسه عمليه، دراسه مربي الحيوانات متاذي. انت تعرف هسه عندنا حطه علفيه موجوده بالمخازن وتسعيرتها غاليه بنصف مليون طن زين، واثنين لحد الان لا هم مستفادين من عندها وباقي عندهم بالمخازن اكثر من 50,000 طن. وهذول ينزلونها للسوق حوالي. هاي واحد. غير سعر. اثنين عندك مسيطر عليها المطاحن خاصه الحكوميه، والله الاهليه ما ينطون الا كان مالتي انا. لكن المطاحن الحكوميه مسيطر عليها مجموعات. ما يقدر واحد يدخل وياهم. هذه لو تجيبها مثلا انت من عندهم. طالبنا ورحنا وجينا، وكان قبل حكيت تعال جمعيه فرعيه عندنا 30% من الحاصل ونوزع على مربينا. يابا خلينا ننزل منافسين وياهم، بس ما ننزل مزاد، مزاد يحرقوننا ما ندبر عليهم. اكيد. فردنا في عمليه ورحت اتفق، جبت امر من رئاسه الوزراء رقم 447. كل هذه ما حصلنا ولا حبايه نخاله. في حين سنة النخالة توصل ب 500 و600. تتوقعون تتغير كل هاي الامور في ظل حكومة السيد السوداني؟ والله اتمنى على التوفيق ان شاء الله، احنا نتمنى هذا، احنا ان شاء الله عندنا زيارة نزوره، يا طالبنا بزيارته. يا الله. وان شاء الله تنحل كل الامور. ان شاء الله. كل التحية والشكر لك الشيخ ضياء الربيع عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الجمعيات الفلاحية على كل هذه المعلومات. بارك الله فيك. ربي يخليك. وفي اليوم ننظم لنا لقاء مع رئيس الاتحاد، يكون في مكتب موجود ان شاء الله، الرجل حاضرين ان شاء الله. الرجل حاضر، تحيات رئيس الاتحاد ربي يحفظه والمكتب التنفيذي. الله يخليك. والناس هم مهيئين في اي لحظه بقلوبنا وبعيوننا ونشرف. ربي يخليك، نتشرف بكم. شكرا لك شيخ. بارك الله. الله يخليك. احبتي المشاهدين، الى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم اللي تكلمنا عن موضوع موسم الحمضيات والمعوقات اللي تواجه اليوم أصحاب البساتين. نلتقيكم بحلقات أخرى. إلى اللقاء.